هفتنا حاجة كده واحنا ماشيين، قلنا نروح ننزل نجيبها ونروح نجيبها سوا. الحاجة دي في منكم اللي بيعشقها وعارف طريقتها، وفي منكم اللي ما يعرفش طريقتها، واللي ممكن ما بيحبهاش هيحبها معانا. بس الحاجة دي خارج المنهج خالص، ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة. يلا بينا. يلا بينا. تعالى نعرف ايه هي. انا داخل على الراجل اهو. المكان اهو يا جماعة اللي احنا داخلين عليه. يا سلام على الجمال، والله عمري ما شفتها بافتة بيضة كده، يعني نادرا لما بشوفها بافتة بيضة. طبعا المكان لازم يكون مكان موثوق فيه تشتري منه. بصوا يا جماعة الكرشة بيضة ازاي، فدي حاجة حلوة طبعا بتفتح النفس لوحدها. الكرشة ليها كذا طريقة، هنعرف منهم طريقة النهاردة في الفيديو، وانتظروا معانا لاخر الفيديو. هتحبوها جدا. احمد ما كانش يعرفها صح؟ أيوة. وحين انا واهلي اللي عرفناها له، هقول لكم القصة بتاعتها ايام الخطوبة بقى. ايام ماشي حلوة ايام الخطوبة. لا جميلة والله. لا جميلة. عايز اقول لكم ان جدتي مش فيها كرشة. جميلة صح صح. ما بيقول لك ايه الطريق لقلب الراجل؟ ايه؟ بطنه، معدته. طيب خلاص تمام. النهاردة الحلقة على المعدة. تمام. النهاردة الحلقة خارج المنهج خالص. خارج المنهج تمام. بصوا الراجل منظفها ازاي يا جماعه، بجد منظفها جدا. بس طبعا ايه هقول لكم احنا هنعمل فيها ايه برضو تاني. قصه الكرشه دي ان انا جدتي كانت ليها جاره فلسطينيه، وهي اللي عرفتها الطريقه اللي احنا هنعملها. اول حاجه روحنا البيت طبعا الحمد لله، روحنا على خير. الحمد لله. بنظفها اكتر، بشيل الزيادات برضو. هو طبعا منظفها بس انا ايه لازم احط التاتش بتاعي، مش ههدى يعني. تمام. ببقى مجهزه ليمون زي ما انتم شايفين، وبنبقى مجهزين بقدونس وبصل، هي بتاخد بصل كتير، وزيت، وعدو دكتور احمد اللدود رز ابيض. تمام. تمام. غسلتها كويس تحت الميه. انا هقول لكم انا اكلتها ازاي في الاخر. انا هتعرفوا غسلتها كويس. لازم تاخد لها شطفه كده كمان. ببقى مجهزه ليمون ودقيق، وبسيبها في الليمون والدقيق لمده حوالي ساعه او ساعه ونص علشان الزفاره بتاعتها تروح خالص. تمام. واهم حاجه في الموضوع ان انت لازم تجيبيها الحجم ده عشان تعرفي تتعاملي معاها وتعرفي توظفيها زي ما انت عايزه. اتفقنا؟ بصوا انا نظفتها نظافه رهيبه. تمام. بس خلينا يلا مع بعض اديني بوريكم ازاي بنضفها. بشيل الزيادات. صراحه نظافه رائعه يعني صراحة. انا حطيت التاتش ده، هو اصلا منضفها كويس، بس انا حطيت ايه التاتش بتاعنا الست المصريه. لسه كمان هتجيب دقيق وهتجيب تحط ليمون وتسيبها منقوعه شويه. انا بقيت استاذ خلاص. تمام. ده طبعا. تمام. لان طبعا انتوا عارفين احنا يعني الحاجه لازم تبقى ايه ملهاش اي ريحه او كده عشان بص نعرف. بص مسكت الكرشه ايه يعني. بص من الاخر كده مش هتقرا. تمام. حطينا دقيق، وهحط بعد كده ليمون كتير 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 على قد ما تقدري. حطي ليمون ودي وقعدي ادعكي فيها كده، وهتسيبيها لمده ساعه ونص. تمام. علشان الزفاره او اي ريحه وحشه بعد كده بتلاقيها فعلا مفيش اي حاجه خالص. والله بقت انضف من التيشيرت بتاعتي. والله ايوه التيشيرت مش بتتاكل، لكن دي بتتاكل. تمام. بس يا جماعه عصرت ليمون كتير زي ما انتم شايفين. تمام. ايه صح. تمام. لا مفيش حاجة. عايز تقول ايه؟ عايز تقول حاجة صح؟ لا انا بقول لكم في النظافة رحاب ملهاش حل. ما شاء الله ما شاء الله. الله يكرمك يا رب. تمام. الليمون طبعا شال الزفارة. المهم ريحتها خلاص ما بقتش كرشة، ما بقاش فيها ريحة يعني خلاص. يعني ريحة. ودي اهم نقطة عشان تعرف تتقبل اللي انت تاكل خلاص بعدها. تمام. انا عمري ما حبيت الكرشة دي خالص، ولكن بالطريقة دي انا حبيتها. لكن الكمونية والكلام ده انا ما بحبهاش خالص يعني. امي كانت زمان وانا صغير بتعملها لي وانا ما كنتش بحبها. الطريقه دي بجد الطريقه فلسطينيه صح. بجد تحفه. بصوا بقى التقطيع بيسموها مخدات. مخدات. ده في مخدات ومراتب، احنا لسه هنبهركم، خليكم معانا لحد الاخر. تمام. بنجيبها وبنقطعها بالطريقه ديت، وحاول بقدر الامكان ان التقطيع يبقى يعني شكله كويس علشان هي بتكش يا جماعه. يعني انا بصوا هنا مقطعاها كبيره عشان هي هتكش، هتشوفوا منظرها هيبقى عامل ازاي. تمام. وهنفضل نقطع بقى، وممكن على فكره تاخد مثلا قطعتين وتلزقهم بعد كده، هوريكوا ازاي. خلينا مع بعض. كل ده انت بتقطعي بس. في بواقي أيوة. بتطلع اللي عايز يعملها كمونيه. خدتوا بالكم يا جماعه هي قطعتها مستطيله خلاص. تمام. بصوا برضو بنضف، يعني في اي حاجه مقابلاني برضو ايه بنضف. بصل كتير كتير كتير، يعني انا عايز اقول لكم تقريبا انا حطيت 8 بصلات تقريبا او 7. تمام. وهنضربهم، الضرب يكون متوسط، مش ناعمه ومش ايه يعني خشنه. حطيت الرز، البقدونس، البصل،
هتحطي ملح وفلفل اسمر وزيت، وعندك توابل انت بتحبيها حطيها، يعني توابل فراخ او لحمه او 7 بهارات زي ما انت تحبي، بس انا ما بحبش البهارات الكتير. خلاص، وحطيت ملح وفلفل اسمر، بس فلفل اسمر زياده شويه عشان طبعا الريحه او كده او حاجه ما بيخليش فيها ريحه. تمام. طيب دلوقتي احنا مرحلة ايه بقى؟ مرحلة التجميل دي، مرحلة التنجيد. التنجيد اسمها. عايزة ايد عافية والجوانت مش هيسلك معاكي خلاص، لانك انت محتاجة ايه تغرزي كده في الكرشة كده تعمليها تنجيد. يعني عايزة استاذ ورئيس قسم جراحة من الاخر كده. تمام. قعدت خيطها، بنخيطها من يعني من 3 جوانب، والجانب الرابع او من جنبين، والجانب الرابع بعد ما بحشي وحط الرز، هتشوفوا برضو الطريقة دلوقتي. ايه بخيطها، بقفلها، بيبقى بيقول عليها مخدات. تمام. او مرتبه او اي حاجه زي ما انتوا بتحبوا. قفلتها من الجنبين اهو، بتقفلت من جنب والجنب التاني. طبعا انا هنا هتسيب جنب واحد ليه؟ لحشو الرز. بعد ما تحشي الرز ها هتعمل ايه؟ هتقفل الجنب التالت. طبعا هو ايه متفرج بس، لكن ما بفكرش يساعدني في اي حاجه. لا بصور لو سمحت. اعقله الكلمه، اعقله الكلمه، بصور. خلاص يكفي هذا الاشتراك العظيم. خلاص يبقى انا خيطنا من الجنبين وهيتبقى جنب واحد. طبعا اللي في منكم كيتو او لو كارب وعايز يحافظ على المناك يحشي بروكلي وكرنبيت وطماطم عادي. بص هو انا ما جربتهاش، لكن هي ما جربناش يعني بصراحه، هي ما تتاكلش غير كده صراحه. يعني انا ما جربتهاش بصراحه، بس انا يعني هي دي الطريقه اللي انا بقول لكم عليها يعني. تمام. هو كل ده لسه ما حطيتش فيه الرز. لسه هي انا هنا مبطئ الاحداث عشان الناس تاخد بالها ان الموضوع هنا في الجنبين، خياطه الجنبين، وبعد كده ايه هنحشي دلوقتي رز. دلوقتي خلصنا مرحله الايه الجنبين، نخش بقى على ايه الحشو بقى. بصوا شكلها بقى عامل ازاي. انا خيطت جنب تاني وجنب تاني وخليتها شبه الكيس، وبعد كده حطيت فيها حوالي 2 معلقة رز. ده طبعا انت بتعيريها على حسب الحجم. لاحظي ان الرز لما هيستوي ممكن يفرقع، فما تحطيش ما تكبسيش رز علشان ما تفرقعش منك، يعني اخرنا 2 أو 3 معالق على حسب حجم الكرشه نفسها. وبخيط بقفل اخر مرحله في العمليه الجراحيه الجنب التالت. تمام. طيب. بصوا المنظر بقى عامل ازاي. بعد كده تقعد تبططها. ايوه. هنجيب بقى، هنستعين بقى بقوات اخرى. ده لازم نستعين بقوات اخرى. جبنا بقى قوات اخرى. ايوه. القوات الاخرى بقى كانت ايه؟ كانت عايز تعمل ايه؟ تلبس الجمامات على فكره، تلبس الاكسسوار وهي شغاله، فقلت لها احنا بنعمل كرش، انت مش واخده بالك. تمام. لبست الجوانتي، قلت عشان ايه في ناس بيبقى ليها انتقادات وبعد كده ما عرفتش تشتغل بيه، قلعته. عادي، عيش حياتك طبيعيه عادي. حطيت السمنة. تمام. بصل وفص، وهحط مستكة، وهنحط كمان حبهان ورق لورا، وهنشوحهم شوية مع السمنة، وبعد كده طبعا بكسر الحبهان اهو، وبعد كده هحطه. يا سلام، تكسير جامد قوي. تمام. كسرت الحبهان، حطيتها بس، وبعد كده هنملى الحلة شوربة. طريقة الشوربة هنملى الحلة مية مية، واول ما هتغلي هنحط فيها المخدات او المراتب اللي احنا عملناها. عقبال ما دي تغلي في حلة تانية لو تاخدوا بالكم منها، انا حطيت الكوارع خلاص، حطيتها، شلت مش كوارع، الكرشه. سوري معلش انا اسفه مش مركزه. حطينا الكرشه، حطيت الكرشه، وبعد كده هنقلها في الحله الثانيه علشان تكون نزلت اي حاجه وحشه او اي حاجه ريحتها مش حلوه. تاخد ساعه على النار صح؟ يعني حطيتها بقى في الحله الثانيه في حله الضغط علشان الموضوع يبقى في السريع، علشان ما اطولش عليكم في الحلقه، وعشان احنا ناكل كمان. حله الضغط دي بتنجز. بتنجز. حله الضغط دي يا جماعه ربنا يحفظكم، ما حدش يفتحها ويستعجل عليها. انا امبارح استعجلت على فكره. تمام. استعجلت شويه، فربنا يحفظها كده وربنا يحفظكم يا رب. تمام. حطيتها بقى في مصفى عشان تصفي سلام. الشوربه بتاعتها خالص، خلي بالكوا بتفرقع في الوش وبتبهدل الدنيا لما تيجي وانت بتقلي، فلازم تسيبيها تصفي ميتها خالص. حطيت الطاسه، حطيت زيت، وحطيت زيت وسمنه، ويا سلام بقى لو فصين مستكه، بس انا ما لقيتش امبارح عندي، خلصوا. تمام. اهم مرحله تغطي البتاعه دي عشان ديت بس بتقعد تتلسع. معلومه مهمه، الملح يتحط خلاص وهي بتستوي، يعني اخر غلوه، لان انت لو حطيتي الملح من البدايه هتشد معاكي ومش هتستوي زيها زي اللحمه. بصوا بقى انا بحمرها على كل جنب، وفعلا خلي بالكم انتوا بتقلوها علشان هي فعلا بتبهدل الدنيا. تمام. وبعد كده يعني عايز اقول لكم جربوها، مش هتندموا، طعمها جميل جدا. انا ما باكلهاش الا بالطريقه دي اصلا. تمام. ولا انا كمان ما بحبش الثانيه بصراحه. في العيله لما حد يعرف ان حد بيعملها يعني عمل انجاز رهيب. تمام. بس كده بقعد اسويها على الجناب عشان تحمر. وطبعا كرشه يعني عصبان. انت عملت عصبان جنبك؟ عملت عصبان. بصوا يا جماعه منظر الكرشه عامله ازاي، خلايا نحت.
خلايا نحل اقسم بالله والله العظيم سكر. تمام. اول ما بتطلع بترشي عليها ملح وفلفل اسمر. وعايزه اقول لكم بالهنا والشفا يا رب تجربوها وهتعجبكم جدا جدا جدا. لسه في العرض الاخير انتظروا بس عشان انا يعني انا عايزاكم تشوفوها. وانا بص انا بس حطيتها على مناديل. خلايا نحل جميله جدا. بعدين طبعا ايه رحاب قالت لك الاكله دي عايزه عصبان. راحت جايبه ايه عصبان وقالته بص الاثنين في نفس المكان يا جماعه. في نفس المكان يعني فما الاثنين مع بعض. بصوا يا جماعه منظرها ازاي. ولسه بقى ايه لما نجيب بقى ايه نقطعها كده عشان نوريكم مكوناتها ايه. تمام. تمام. بصوا يا جماعه المنظر. رشه ملح وفلفل اسمر. اوه يعني حاجه كده ما شاء الله. وانتوا بتاكلوها بس خلي بالكم ايه من الخيط يعني دي اهم حاجه. ما حدش هياكل خيط. بصوا بقى يا جماعه. بصوا بقى لما بتقطعيها من جوه. يا سلام. الرز مستوي والكرشه لحم الكرشه مستوي الاثنين مع بعض. بالهنا والشفا. جربوها يا جماعه هتحبوها جدا جدا. ولو في اطفال بقى بيحبوها قطعيها كده واحده واحده انا بالشوكه بالسكينه واديها لابنك. على فكره جربها طعمها حلو. جربوها مش هتندموا. بصوا يا جماعه بصوا اللحم الابيض باين ازاي. عايز اقول لكم كريسبي بقى لو تسمعوا صوت الفشل. لذلك انا بقول لكم حلقه خارج المنهج. ليه خارج المنهج؟ لان الناس اللي عايزه تتخن تجمع معانا بقى في الحلقه دي خلاص. والناس اللي عايزه تفك برضو باكله شعبيه بقى هو اكلها ترجع. ازاي هقول لكم. مش هعمل لايك انا بقى شلت الرز. شلت الرز وكده. هو شال الرز واكل الكرشه بس. شير لايك سبسكرايب. تنسوش تدعمونا على قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.